العارية. فن التحطيب والتسبيل وفن الواو والمساجلة والكف الأسواني كلها فنون تتألق في جنوب مصر، لكنها اجتمعت في عمل واحد هو العرض المسرحي هاي ليلة هوى، والذي يروي ثلاثة مجتمعة من حكايات الجنوب. هي فكرة ان احنا عايزين نعرف اهل القاهرة واهل العالم كله بالجنوب. يعني احنا في القاهرة ما نعرفش عن الجنوب غير المعابد، انما احنا هنا بنقدم الفولكلور، بنقدم الحاجات اللي اثرت في الشخصية المصرية الحقيقية. احنا محتاجين ده في الوقت ده، لان طبعا شخص بلا تاريخ هو بلا واقع وبلا مستقبل. شالك علي طوح وارمي شالك علي. الحكاية التي يضمها العرض والتي تأتي من الجنوب الفرعوني والجنوب الصعيدي والجنوب النوبي يربط بينها نحات مصري قديم كما تخيل كاتب ومخرج العرض، فالفراعنة من وجهة نظره ونظر الأبطال هم أصل كل حكاية ورواية قديمة. فكرة العرض ثلاث حكايات من الجنوب، كل ثلاث ألوان الجنوب، النوبي والصعيدي والفرعوني، بيربط منهم شخص واحد وهو الفرعون المصري القديم النحات، اللي كان دايما في تاريخ الفراعنة بنعرف حكاياتهم عن طريق الكتابة أو الحفر على الحوائط، فهو ده الرابط بين الثلاث حكايات. الموضوع جديد خالص، لأن عكس كل الأساطير اللي احنا عارفينها، احنا بنقدم حقائق وليها مراجع ومصادر موثوق فيها، قصص جديدة جدا احنا شخصيا اتفاجئنا بيها. يعني بهية بهية ولأن فكرة العرض حسب ما يؤكد القائمون عليها تقدم للمرة الأولى، كانت بروفات العرض مختلفة بعض الشيء، فالأبطال كان عليهم أن يتقنوا اللهجات الجنوبية التي يعتمد عليها العرض، كما عليهم أن يتقنوا الألعاب الشعبية الصعيدية. تم وجود مدربين من الجنوب، مدرب تحطيب ومدرب غنى ومدرب إيقاع ومدرب الرأس اللي هو كنت أنا الموجود، والمفروض أن احنا عملنا كوكتيل كده بالبلدي، نحط كله ده في قالب واحد يخرج في نهاية على شكل التعبير الحركي اللي احنا هنوصله. الممثل ممكن يكون ما بيستخدمش ده بشكل ممارسة، فاحنا قدرنا نوصل الممثل في النهاية انه يقدر يمسك ازاي العصاية، يقدر ازاي يحس العصاية ان هي جزء من جسمه، اللكنة الصعيدي ازاي يقدر يتكلم، جسمه في الفراغ طول ما هو بيتحرك، شكل الصعيدي ازاي، شكل الست الصعيدية ازاي. ويأمل الممثلون ومعهم المخرج في ان يكون هذا العرض المسرحي دافعا للاتجاه بالافكار والاعمال المسرحية الى صعيد مصر.